أهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة باب كندا وعلى كندا والعالم. كنشكر الجميع وكنتمنى لكم التوفيق. اليوم غادي نتكلم لكم جوج المواضيع تقريبا كيهموا واحد الشريحة مهمة، واحد الفئة مهمة من العمال وحتى الطلبة اللي باغين يتقدموا، اسمحوا لي، حتى الطلبة بغي يتقدموا بتكوين مهني ولا دراسة جامعية في كندا. كاين واحد البرنامج كنا تكلمنا عليه، راه مهم وماشي سهل، راه سهل من بغينا نكاتفك الشروط، راه سهل ولكن الثمن مناسب وفيه امكانيات للحصول على يعني عمل من بعد واندماج في المجتمع الكندي. هذه مهمه بالنسبه للناس اللي عندهم هذه الرغبه ديال التكوين. ماشي غالي، يعني ملي كنقولوا 10,000 8,000 دولار هي 7,000 أورو كتأدى على سنة ونصف، وماشي كتأديها لشي مكتب ولا لينا حنا ولا أي حد، كتأديها للجامعة ولا الكوليج، يعني مع التكوين كتأديها لهم مباشرة، وكتأديها على ثلاث دفعات، يعني 3 مونسياليتي ولا 3 فيرسومون كيفاش غادي تسموها، 3 دفعات كل 4 شهور 4 شهور تخلصوها، وهذاك الدبلوم عندك يأهلك في كندا باش تقدم على الإقامة الدائمة بشرط. راه كاينين دي كوليج ومؤسسات ولا جامعات في كيكونوا كنسموهم ديزيني سيبونسيونيس ديزيني، يعني مرخص لهم، ماشي أي كوليج، ماشي أي جامعة، وماشي أي بروغرام، ماشي أي برنامج. ردوا البال، راك تقدر تاخذ لادميسيون من شي كوليج ولا شي يونيفرسيتي ولا شي حاجة، ولكن ما يقبلوش لك البيرمي ديتود لان با سيبونسيوني اي با، لانك تكلمت مالوغوزمون بعد ما غاديش نسميهم منهم عرب من المغرب ولا غيرهم، كانوا هما كيعملوا لا فرود، يعني تزوير في الدبلومات وتزوير في لي زانسكريبسيون، داكشي منهم ناس كانت كتشتغل في هذا الميدان ديال الهجره وغيرها، لقوهم كيدخلوا ناس ما عندهمش حتى الدبلومات وكيدخلوا مسجلوهم باش يحصل على بيرمي طراي فعاود ما يقرا، يعني لانتونسيون ديالو ماشي لي زيتود طراي، منهم الهنود، مغاربه، جزائريين، توانسه، عرب، كاينين وكاينين كي سون امبليكي في هذا الموضوع. هذا ردوا البال، راه كاين اللي كانت عنده سيسبونسيون من دي كوليج وفي هاد الشيء ديال الهجره وعارفينهم، وهادشي راه دووا دو لاكسين انفورماسيون، هادشي ما كيتخباش، كندا كتعرف كلشي. كانت عندهم دي سيسبونسيون، كانت عندهم ميم دي زاكوزاسيون، كاينين منهم من المغرب وفي كندا والجزائر وغيرهم وفي تونس. كنتكلم على دي زومبلوا، الناس اللي فيهم شروط، دائما الشروط المطلوبه كتعرفوها، استغلوا الفرصه، كنركز استغلوا الفرصه قبل 2023. كيف لاحظتوا كندا والعالم راه بدينا كنخرجوا من كورونا وكنخرجوا من التداعيات ديال الحرب ديال روسيا اوكرانيا، الوضعيه تغير، راه الناس بدات داك الاقتصاد بدا كيرجع. هذه الازمه اللي خلقات كورونا في كندا كانت في صالح المهاجرون وفي صالح الناس المترشحون الى كندا. كيفاش غادي نرجع للموضوع ديالي؟ لقاو ان ما كاينش اليد العامله، وهذيك لي دوسي كي تيون غوطار اللي داروا داك يعني لي زاجون اللي مابقاوش خدامين، اللي بيغوا دي ميغراسيون باش مابقاوش خدامين، داروا روطار لاكيميلاسيون دي دوسي، يعني الملفات تعطلوا، كانوا في صالح المهاجرون. علاش اليد العامله ما كايناش؟ تو سامبلومون غير عامل الشيخوخه وعامل الولاده، هذا كتبقى دائما، والبلاد كبيره وما كاينش السكان. استغلوا الفرصه، راه انت الاقتصاد لا نتاع رجع كيف قبل، يعني اليد العامله كثرات والناس رجعت كتخدم، ولا راه سي سور كيبداو يسدوا لي فالف كنسميوهم، كيبداو يقفلوا في الانابيب. ماشي غير كيماشي كنقول هذا الكلام باش كيفاش نقول ليها ديزيسبيري، نو كينقصوا من داك العدد الكبير، راه باغي نضرب 420,000 مهاجر كندا، راه 420,000 مهاجر مع العائلات ديالهم، راه عدد مهول بالنسبه لكم، راه سي اون ماشين اللي خدامه باش كتدخل 400، راه كتحول مدينه كتجيب تدخلها بهذه القياس، اللي راه مدينه فيها 420,000 ساكن بالاسر ديالهم، راه ماشي سهله. استغلوا هذه الفرصه، كونوا من الناس
يقدروا ينجحوا في هذا الموضوع. وكاين الناس ما تنساوهاش دائما كنرجع عليها، راه نوفيل بوليتيك ديال موديفيكاسيون دو ستاتي دي فيزيتور فيزيتور vous êtes toujours vous êtes considéré comme un résident temporaire. Il y a quelqu'un qui détient un permis de travail temporaire, c'est un résident temporaire. Permis d'études, c'est un résident temporaire. كل كوم دي كتسميو عندكم ان ستاتي temporaire. شنو الفرق هذاك ليتيديون وهذاك travailleur temporaire؟ Il a le droit de travailler, il paye des impôts. L'autre, il a le droit d'étudier. انت comme visiteur, vous avez pas le droit d'étudier ni travailler. هو هذا الفرق بيناتكم. راك بحالك بحالو، عندك 6 موا تقدر تجي تولي 12 موا، انت ما عندكش حق تخدم وتقرا. راه ممكن تشونجي في حاله لقيتي اوفر دومبلوا قانونيا. دابا جوسكا 2023 فيفري 2023 هذا القانون ما نضمنش، ولا اظن والله اعلم، ولكن حسب التجربه لا اظن ان غادي يزيدوا فيه، يديروا البرونغاسيون فور بروباب. نقول لكم بكل صراحه 81% ما غاديش يزيدوا فيه. تقول لي علاش؟ لان الوضع ديال كورونا راه صعب سي فيني. داك هاد لا ميزور اللي داروا اكسيبسيونيل كتسمى في القانون راه ما بقاتش، ما بقيناش في كورونا، راه كلشي رجع، كلشي خدام، كلشي مفتوح، كلشي هو هذاك. ما الناس ما حاصلاش تما اليد العامله، راه كيدخلوا فيها كيستقبلوا كيستقطبوا لي فالف كيف قلت لكم انا بمحلوله قانونيا. دائما الظروف قانونيه. ما نظنش هاد النوفيل لوا، هاد النوفيل بوليتيك غادي يزيدوا فيها، ما نظنش. اذا الناس اللي كتشوف راسها وكانوا متواجدين تما، كاين شي واحد كيقول لك لانتونسيون، وي لانتونسيون فزافي تروفي اون اوفر دومبلوا، سينو سات لوا نيكزيستورا با، ما غاديش تكون، سينو ما غاديش يعملوها. كتعمل شي كتعمل شي ريغلومون ولا شي لوا الا كيعملوها لصالح المجتمع الكندي. يعني مادام قالوا لك لجتي ولقيتي اوف دومبلو وانت متواجد كون فيزيتور، مرحبا، تبع الخطوات ولي فوا ليغال، راه ممكن تولي ريزيدون تمبورير يعني افيك ان بيرمي، وزافي دووا دو فار سا بالقانون. كاين اجراءات، اصعب حاجه انك تلقى اوف دومبلو، نكونوا صريحين. لقيتو كيفاش تلقاو اوف دومبلو؟ ممكن نساعدوكم، ما كنضمنوش، ما كنعطيوش ضمانات، وما عندناش لاكلي ماجيك، راه ما كايناش هادي، وما كاينش شي واحد شي بيغو ولا يكون اللي كان عنده لاكلي ماجيك، راه ما كايناش. كاينه ان بون ترافاي، ان بون كيفاش نقولو برنامج ولا تعطير والبحث والاتصالات لا كونيكسيون. كاينه واحد الحاجه كتسمى لو بوشين، وي معروفه في كندا. كاين شي حاجه كتسمى ريفيرونس، كاينه في كندا معمول بها وقانونيه. كاين شي حاجه كتسمى الريزوطاج، هذا هو اصعب شيء، الريزوطاج. راه خص لومبلويور يعرفك ويثيق فيك شي بعض الامور، سيتو انك متواجد في كندا، تقول لي هو كيفاش وي سي كوم سا الريزوطاج، ما غاديش يقول لك نو نو جو كوني با بلا بلا، ولكن غادي يقول لك اون فو فو رابلي، وعمرو ما غادي يعيط لك. هنا كنتكلموا، هنا حنا عندنا ليكيب ديالنا اللي ما كتضمنش شي حاجه، ولكن كنحاولوا بالريزولتاج كيف كنقولوا بالكوني بالريفيرونس كنسميو هنا بامور قانونيه. يعني لا كانوا فيك دائما الشروط، راه ماشي انت ما عندكش علاقه بالمهنه، وسيرتو الناس اللي متواجدين تما راه سي سور خصكم تقلبوا في ان بروفيل با. هادشي كنشرحوه، ما غاديش نتكلم ساعه في اليوتيوب ولا في الفيسبوك، ولكن كنقولوا ان بروفيل با. سي فوزيتي ديريكتور و سري جامي ديريكتور و نغيبو من كندا، اوبلي سا، رانا كنقولها لكم بكل صراحه. ان بروفيل با كومون اون فو فوز اكسبيك كومون البوشينغ كنظن راه هو الريفيرونس كتسميوه في الدول ديالكم. كاينين طرق قانونيه وخصكم تستغلوا هاد الظروف بطريقه قانونيه. كنتمنى لكم الخير، يبقى اي معلومه مرحبا بكم. البيرو ديالنا كنرحب بكم في مراكش كبدايه، وغادي يكون في مدن اخرى وفي دول اخرى سيرو سيرتان افيك دي فري كنديان كي سون كومبيتون. وكل كيف قلت لكم راه كاينين دي ريسورس هيومان، كاين دي زافوكا، دي كونسلتون، دي اسيستون، دي كونسيي جوريديك، كلشي موجود قانونيا. مرحبا بكم والى اللقاء.